انا لحد دلوقتي عمري ما شفت المنظر ده ولا تخيل اني ممكن اشوفه. شفتي اهو. انا لا انا يعني انا ممكن بس مجرد ان يجي كده في خيالي اني اشوف منظر زي ده. ما انا ونهاد امبارح كنا بنصور فقره خارجي، واحد من زمايلنا راجل كبير ما بياكلش لحمه خالص. خلي بالك بقى انا هقول لك على حاجه، انت ما بتاكلش لحمه؟ قال لك انا عندي عقده من وانا صغير. برافو ان احنا تطرقنا للنقطه. كانش قادر يشوفنا اصلا احنا بنتعامل مع اللحمه. برافو. بصي بقى، اصلا لما بيحصل انا بقحم ابني او بنتي نشوف مشهد زي ده هو مش مستعد له، ممكن تعمل له بقى، انت بتخلقي له بيئه مناسبه جدا لاضطرابات والامراض النفسيه اللي من ضمنها الهيموفوبيا اللي هي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هو انا يعني اللي بيخاف من الدم. اللي هو عارفه الدم ده حتى لو شوف التلفزيون ما بيتقبلهوش، ده اللي هو حتى لو ما يقدرش يعمل تحليل، ما يقدرش يشوف نقطه الدم. انا شفت دي، انا اشتغلت قبل كده تحاليل وعارفه يعني ايه ان الدم بيتسحب، وهي اصلا حاجه 2 سم قد كده، بس ما تقدرش تشوفها. ما يقدرش يشوفها، فهو عنده هيموفوبيا. وممكن برضو من ضمن عواقبها انه يكره اللحمه اصلا. تمام. الى جانب الجوانب النفسيه بقى، ان يبقى عنده قلق شديد جدا، لان انت وهو طفل كسرتي له معنى انسانيه، لان هو ما كانش فاهم ده ليه اصلا. طب انا اقول لك، انا في الوقت يعني من واحنا صغيرين بقى العيله كلها بتتجمع، وكل بقى اللي في سني كلهم اكسايتد جدا ان هم يشوفوا ويجروا ويقفوا يحطوا ايديهم في الدم ويحطوها. الا انا في اخر اوضه في البيت وقافله على نفسي. بصي يا فروق، والريحه مضايقاكي. انا بقى بعد لما باجي انزل واشوف منظر الدم واشوف الحاجات دي بتخيل ايه اللي حصل. بس باكل لحمه عادي جدا. الاكل مالناش شعبي، بس هو اللي قبله في ناس زي بتكره طبعا. ما احنا قلنا ايه يعني ده ايه يعني؟ انا لا شفت ولا عايزه اشوف. دي قابليه نفسيه. دي حتى مش شرط تكون مرض او اضطراب. دي تفرق بين شخص للتاني. طبعا في فروق فرديه فيها جدا. بس مش كلها معناها مرض على فكره، يعني مش كل ده معناها مرض نفسي، عادي قابليه. يعني زي مثلا في ناس بتحب اللبن وناس ما بتحبوش. تمام. فيعني في ناس ممكن لو شافته يعني. احنا ازاي نفرق بين القابليه والاضطراب والتروما يعني بقى؟ ابسط مثال ان هي تاكل لحمه. بتشاوري عليا؟ ابسط مثال قلت لك والتروما. التروما زميلنا امبارح. بصي انت في النص غالبا. ايوه شخصين يا دكتور عبيده. ايوه. بصي ابسط مثال ان هي بتاكل اللحمه عادي. تمام. اللي بيبقى عنده مشكله او مثلا ده اضطراب، ما يقدرش كل ما يخص الموضوع بقى عنده منه ازمه، حتى السكينه. يعني حتى لو شوف منظر السكينه، لا تحس انه كمان بتلاقي فيه سرعه التنفس بتاعه في مشكله، ضربات قلبه عاليه، بيعرق، في بيقرعش، كل دي معناها في تروما. ده اللي هو شبه البانيك اتاك. ايوه. طب هتعامل بقى مع كده ازاي؟ يعني بقابل مثلا اطفال بيبقى ما بيتقبلوش دكتور اسنان مثلا، وبيحصل له حاله من يعني تروما. يعني بتشوفي حد عنده صدمه عصبيه قدامك، بيصرخ، مش مدي فرصه للدكتور يشتغل، ورافض تماما تماما تماما. طب وحاجه بقى مهمه جدا لازم تتعمل، نتصرف ازاي؟ بصي بقى واحده واحده. السؤال ده يخصني بصراحه. كلنا يخصنا كلنا. بصي واحده واحده، اللي هو بمعنى ايه؟ دايما احنا لما بنعمل سلوك معين بيبقى اساسه فكره. تمام. هو اكيد اكيد سلوكه في حته الهروب من دكتور الاسنان او ايا كان ايه الحاجه دي، اساسها افكار معينه زائد تجربه. تمام. اما تجربه سيئه جدا، يا اما افكار واتحشرت في دماغه. واحده واحده بقى. اولا انت وريه التجارب قصاد عينه لناس عملت ده وزي الفل وكويسين، ومش مره واحده، ده مره واثنين، حد واثنين وثلاثه واربعه، ان هو يشوف ده. بص شوف بعينه انها عادي عادي. لحد وما تجبرهوش ابدا. ما تجبرهوش ابدا. انا جربت اجبر والنتيجه كانت اسوء. اضطراب نفسي على طول. تعمل مشكله. بس اضطراب نفسي ما تلاقيش، مش كلمه يعني، مش مرض يعني، دي حاجه كده يعني ايه اللي هو يعني ممكن يروح لده وممكن ما يروحش. بس هل فعلا الاجبار مع كل الاطفال بيجيب نتيجه عكسيه؟ لا، في البعض اللي بيبقى فعلا فعلا محتاج قرصه. محتاج قرصه. ماشي. بيبقى دلع بصراحه زياده عن اللزوم. ده بقى الفرق بين ايه؟ الحزم والقسوه. يعني انا في فرق بين انا بقسى عليه وغصب عنك وكلاك كانه موجود ولا شخصيته موجوده، وفي فرق بين هو يعني ايه بيتدلع شويه. فانت حزم. لازم محتاج حزم. لكن لازم يكون في حزم في التربيه. ما ينفعش خالص ان انا ابقى انا بجبر في الاكل مثلا، بحس انه يعني طول اليوم من غير اكل فانا هجبرك تاكل يعني. حابب نتخيل ده من المواقف. لا ما اقدرش.
بتهزري؟ يقفل من الاكله اللي بتجبريه عليها على طول. بس لما ما ياكلش يعني خالص يبقى قافل طول اليوم. يعني بالذات الاطفال في موضوع الاكل ده بيبقى لهم خطط. يعني احنا مش بس وجبه واحده، يعني ممكن تبقى الطفله قدامك تاكل الوجبه دي على مدار نص يوم. طبعا تاخدها في 10 دقائق، هي نص يوم بتاكل وجبه. اساسا فهي يعني بصراحه دي عايزه اجتهاد من الام قوي 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 لحد لما بنتها تبتدي وتنوعي بقى وتطولي بالك ومش عارف وتعملي في الاخر. في اساليب برضو في تعديل السلوك، اللي هو تجيبي مثلا صينيه كده فيها ميه وشويه لعب والاكل ايه يعني بعدها، فهي تقعد تلعب ويلا كده. فاهمه اللي هو ايه الحركه دي؟ اه حلوه. طيب لا، في عائلات معينه بيحبوا يجيبوا الخروف او الاضحيه بدري شويه ويربوه وياكلوه وبعدين الاطفال يلعبوا معاه وبعدين يسموه اسم ويبقى صاحبهم ويرتبطوا بيه وبعدين نذبحه. مشكله كبيره جدا دي، كارثه صح؟ كارثه كارثه. اللي كنت لسه بتكلم فيه من شويه، يرتبط بيه وبعدين تهدي الامان عنده خالص. انت بتهدي الامان. احنا اللي اكلناه وشربناه وربيناه وحبيناه وسميناه بتذبحوه وبهدلتي معنى الانسانيه وبهدلتي معنى الامان وجبت له اضطرابات نفسيه والحاجات اللي قلتها من شويه. هم مش هيفهموا انه ده لا 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 خالص، هو مش فاهم. انت عشت معاه واكلته وشربته بايدي وبعدين ذبحته عادي، كانه صديق واتغدر بيه، كانه صديق واتغدر بيه. أيوه. فانت كده ايه ده، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ يكبر بقى وبعدين يخون الست ويرميها في الشارع ونقول ليه؟ في الاخر الموضوع كله خروف بقى قدامه. نورهان انت نورتينا وشرفتينا واستفدنا منك والحديث معاكي ممتع جدا.